أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تدافع كبير وإقبال كثيف على الخروف الإسباني بصفاقس. الخروف الإسباني اتخذ مكانه في تونس ليعدل أسعار الخرفان التونسية وتحقيق نوع من التوازن يناسب جيب المستهلك ويخفف عليه ضغط الأسعار. احنا جبنا مش نعدل السوق على مستوى الأسعار بدرجة أولى، خاطر ذيك أهم حاجة تهم المستهلك، مش نعدل السوق على مستوى الأسعار. تعدل الأسعار والدليل احنا اليوم عملنا دورة في الأسواق وخذينا الأسعار، موجود ب 330 وموجود ب 350 وموجود ب 370 وموجود ب 450 وب 430، معناها هذه الأسعار لقينا أكثر سوم لقينا 600,000. تأجل بيع الخروف الإسباني في مناسبتين، ويعود هذا إلى عدة أسباب. تم تأجيل معناها العملية ذي بطبيعة الحال من تعليمات السيد الوزير، على خاطر ثم معناها مضاربة، بلغ إلى ما سمعنا أنه ثم معناها مضاربة وثم احتكاريين وثم قشارة قاعدين ياخذوا في العلوش يحبوا يفيوه معناها في أقرب وقت من السوق. احنا كإدارة طلبنا 3,000 راس، أما هم ما عطوناش. علاش ما عطوناش؟ قال لك احنا ماذا بينا، خاطر العلوش ما كانش العباد تتوقع اللي هو علوش ممتاز بالطريقة ذي، ولا الطلب عليه معناها متفاوت برشا بصفة كبيرة برشا، ولت الجهات الداخلية كل طالبة. توتر كبير وغضب شديد وردود فعل متباينة من قبل المواطنين الذين أرجعوا تأجيل بيع الخروف الإسباني إلى عدة عوامل. فوضى كاملة عاملين لنا فوضى، وهذه داخل فيها السياسة مش داخل فيها المواطن باش ياخذ عيده. علوش عيد حاروا به. في الإذاعة الأربعة متاع العشية باش يجيو الأولية وجينا ما لقينا حد شيء. عشنا العلوش. يا أخي وين العلوش؟ ما لقيتش. واو روحت العباد وروحت أمة محمد وما فهم حد شيء. لا ما فماش عليه ليش متى ولا جابوا. وكان ننظموا وراه الناس كلها خذات وكل شيء. نورمالمون قبل بشهر قبل بشهرين العملية هذه تتنظم. نشوف البلاصة اللي مش نبيعوا فيها العلوش، شنو هي كيفاش مش يتباع، بقداش السوم. نقطة وحيدة نورمالمون حقهم ثلاثة أربع نقط يبيعوا فيها. حبيت اليوم نشري علوش، أما سوري ماكس ما حبتش تحل بيبانها. العلوش موجود وما حبوش يحلوا الباب خاطر ما نجموش ينظموا العباد. دور وسواق ما يحبوش يعطيوا كمية كبيرة، من 3,000 علوش أعطوه 300 أو من 300 فما حدش. بعد ما قدموا هناك شهام الله وبركة. في حين اعتبر المسؤول أن تأجيل بيع الخروف متعلق بأمور تنظيمية. وبالتالي مش تتم العملية غدوة معناها بكل معناها كما يقولوا مصداقية واضحة وأقل اكتظاظ وأقل مشاكل، خاطر إذا كان نحلوا اليوم عملية البيع راهو مش تصير كارثة، وإحنا ما نحبوش تصير كارثة، إحنا نحبوا معناها الشعب التونسي عايد معناها مريقل. دقت ساعة البيع وطابور كبير من المواطنين ينتظرون دورهم في شراء أضاحي العيد. انتظار حمل معه مشاعر الحيرة والقلق من نفاذ كمية الخروف الإسباني، في حين بيّن المسؤول أن الكمية متوفرة وفي متناول المستهلك. 300 علوش معناها كل لحومة علوشة، معقول شيء هذا؟ الواحد من الصباح يقعد يستنى وين العلوش؟ أنا نحب نعرف وين العلوش؟ أو مش تاخذ علوش أو مش 3,000 وين هما؟ قالوا لنا راهو كوتا عندها 3,000، تو ولاو 300 كابة وناس شادة الصف عندها 3 أيام. عملية البيع انطلقت اليوم، كمية اللي جبناها تنهز 300 راس. وكل يوم باش يجيبوا كميه معناها مثلا غدا باش يجيبوا تقريبا 600 تراس، وثم معناها كميات باش نزودوا بها ولايه صفاقس، وان شاء الله يعني المواطنين وكل كل واحد ياخذ العلوش نتاعو بحيث ما يلزمش المواطن يتخوف. احنا عندنا منسقين مع شركه اللحوم. عمليه بيع الاضاحي اختلفت ولم تنتهج الاسلوب المعتاد في بيع الخرفان، لا من حيث الاسعار ولا من حيث الاجراءات المعتاده، وذلك تفاديا للتلاعب والمضاربه لضمان حق المشتري. الوزاره معناها قالت لك بيع يا خويا ب 8,900 وزيدوا 10,000 تاع ترونسبور، كل راس عليه 10,000 تاع ترونسبور، وهكا معناها المستهلك يبدا معناها كيما نقولوا هو معناها رابح، والشركه على الاقل فهمتي ولا تاع اللحوم ما تخسرش، اما على الاقل اذا كان ما تربحش ما تخسرش. وحتى آلة الوزن هذيك ديجا على الطبع القانوني تاع التحقق الدوري اللي يصير في الاداره قبل ما يبدا يوزن بها، احنا راقبناه وثبتنا معناها اللي هي فيها الطابع نتاع الاداره. وثبتنا اللي طار نتاع هاك البانر اللي باش يعملوا عليه هذاك زاد موجود معناها موجود مريقل. كل مواطن باش ياخذ علوش العيد يستظهر بطاقه التعريف الوطنيه نتاعو، علاش؟ على خاطر باش نجموا كل ما هو عمليه القشيره ولا جزاره ولا حاجه ناخذ رقم بطاقه التعريف نتاعو سجلوها في دفتر خاص، وبعد ما تتم عمليه البيع
يقوم بالرقبه بطاقه التعريف نتاعنا، نلقوش فيهم اشخاص اللي هم ما عندهم صفه المستهلك، يكون هو قشير والا تاجر، نقوم بعمليه الاستدعاء نتاعو، لان ثم هناك عمليه مضاربه، لان في قانون تجاره التوزيع خاصه الفصل 7 منه يقول لك ان عمليه المضاربه انسان ممنوعه في، لان العلوش العيد سنه جبناه للاستهلاك المحلي فقط. اذا العمليه اثناء معناها باش تكون شفافه، وبحول الله العلوش اثناء ما يوصل كان للمستهلك. خصوصيات الخروف الاسباني عديده من حيث الجودة ومن حيث الحجم والسعر. كبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة، يا جزار ويا عمار اذبحوا بالراحة. علوش اسباني والله خصيته انا تبارك الله، يعني هو كي تشوفه ظريف، اما كي تحطه في الميزان يطيح ميزان مليح مليح. معناها يقال حسب ما يقال الخبراء يقول لك ثم روندمون تاعو به، معناها اذا علوش اذا كان يوزن 50 كيلو في البسكوله كي تذبحه ينجم يطيح بين 24 25 كيلو. الفتى العلفه نتاعنا العاديه كيما العلوش نتاعنا التونسي ديجا كثري ياكل في القرط نتاعنا وتبن عادي، فهمت؟ تبقى هو معناها علاش احنا خليناه هكا، هو معناها منها وكرتاح نهارين في صفاقس على اساس انه كان جات فما أنا مرض ولا نابورت كوا كيما يحكيو في الواحد، راهي ظهرت ديجا تشوفين كله في صحه جيده، ما فما حتى انسيدون صار له معناها لاباس في صحه جيده. ثم الطب بيطريه تبعوا فيه، ثم زاد جماعه التغذيه يتبعوا فيه، والامور نتاعو سليمه 100%، ما ثم حتى اشكال فيه. اي ما تصورش كان في اسبانيا ياكل، اسبانيا معروفه بالامطار وبالحشيش وبالواحد، والنشاط نتاع العلوش هذا ما يظهرليش كانوا ياكل فضله الخنزير. علوش برك الله نشط وخير مع علوش الرومان اللي جبناه من الاول، والدليل على ذلك الاقبال نتاع المواطن. شوف الصف تبارك الله. مميزات الخروف الاسباني دفعت بالكثير من المواطنين لشرائه، اقبال تنازعت فيه اجواء الرضا على هذا الخروف واعتباره متناسبا مع امكانياتهم الماديه. اخترت العلوش الاسباني خاطر علوش باهي يرعى في الجبل، مشكي على لسنا نوكل فيهم احنا. لسنا عبينا نجربوا العلوش الاسباني. قالوا علوش سمح حبينا نختاروا. العلوش هذا تكلف لي ب 427 دينار. عملت دور امس في السوق. هذا في السوق يعمل دور 600 دينار. من الطف له بالمتناول. اضاحي العيد في تونس تنوعت جنسيتها. كل هذا لتمكين المواطن من اضحيه تفرح قلب عائلته وترسم بهجه العيد على وجوههم. ولكن تبقى اشكاليه الاسعار والعرض والطلب في انتظار إجراءات صارمة لتعديلها.